وسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن صلح الحديبية وأنها مقدمة لفتح مكة، وأنا لن أتكلم في تفاصيل أحداث الفتح، لكن سأتكلم عن دروس في غاية الأهمية في الفتح. أول درس من دروس الفتح هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة بطريقة سلمية ليس فيها سفك للدماء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الترتيبات التي تضمن هذا الأمر. من هذه الترتيبات أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يجعل هذا الأمر أمر سري بين المسلمين، لا يخرج إلى مكة ولا يخرج إلى قريش ليفاجئهم. لماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئهم؟ حتى لا يستعد فيقاوم فيحدث قتال فتسفك فيها الدماء. أراد أن يباغتهم في مكة، فعندما يباغتهم يكون هذا نوع من إسراع أو تسريع استسلامهم فلا تسفك دماء. هذا أول شيء. ولذلك لما حدث أن ممكن يخرج هذا الأمر عن طريق التصرف الفردي لسيدنا حاطب، سيدنا حاطب بن أبي بلتعة يعني كتب كتاب بنية النبي في توجه إلى الفاتح، وأرسل مع امرأة لأهل مكة، فأخبر النبي بذلك بالوحي، وأرسل سيدنا علي وسيدنا أسامة في طلب المرأة، وحصل على المرأة وحصل منها على الكتاب، ولا يعني مجال إن أسرد القصة بتفاصيلها، وعادوا بالكتاب فلم يصل لقريش شيء. وسأل النبي حاطب لما ما الذي دفعك لهذا، فبين أنه دفعه لتأويل في رأسه، ولكن الإيمان مستقر في قلبه، هذه ليست قضيته. يبقى الأمر الأول الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر سريا حتى يباغت أهل مكة فلا يستعد فلا يقاوم فلا تسفك الدماء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب بجيشه الكبير، ذهب بجيش كبير، جعله يعني دخل على مكة من في أماكن الجبال، وأمرهم بإشعال المشاعل حتى يعني يظهر كأن العدد حتى أكبر من وضع الطبيعي، فيوجد ذلك نوع من الرعب والخوف عند أهل مكة فلا يقاوموا أو يستسلموا فلا تسفك الدماء. وجاء بمن يخذل أيضا مثل أبو سفيان، فجعل العباس يحبس أبو سفيان بين جبلين، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فيمر على من أمام أبي سفيان، وأبو سفيان لا يرى نهاية لهذا المرور حتى أنه بهر وقال للعباس رضي الله عنه وأرضاه: إن ملك ابن أخيك اليوم عظيم. هذا أمر ما شهدته العرب، هذا أمر ملك ابن أخيك اليوم عظيم. قال: إنها النبوة، إنها النبوة. فعاد أبو سفيان يقول لقريش: لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به، وإني أرى أن تسلموا الأمر وتخلوا بينه وبين البيت ولا تمنعوه، فلا طاقة لكم به اليوم. وطبعا منهم من اعترض عليه واعتبره شيخ يخرف، ومنهم حتى زوجته هند اعتبرته شيخ يخرف، قال: لا تسمعوا لهذا الشيخ الذي يخرف. ولكن كلامه بما لا شك فيه وقع في قلوب الكثير من أهل مكة، وفعل فعله وخذل الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رفض أي شعار أو شيء يثير حمية مكة فيجعلها تقف وتقاتل ولو تفنى عن آخرها. ولذلك عندما قال يعني سيدنا سعد بن عبادة يعني اليوم يوم تذل في قريش، رفض النبي هذا الشعار، حتى لأن العرب بطبيعتها الأنفة، فممكن ده لو يسمعوا مكة يموتوا عن آخرهم ولا يستسلموا. فقال: بل يوم تعز في قريش، وأخذ منه الراية وأعطاها لابنه حتى يمنع أي نوع من هذه الأنواع. الأمر اللي بعد كده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر في مكة ما يعطي الأمان، لأن الناس إذا لم تعرف ماذا سيحدث لها
لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أناس كثيرين لهم قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقم منهم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن هؤلاء؟ قال: من دخل المسجد فهو آمن، يعني اللي يروح البيت الحرام ويتقرب منه فهو آمن، ومن دخل بيته فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فأعطاهم ثلاثة أماكن: لو دخلت بيتك أنت آمن، لو دخلت المسجد الحرام أنت آمن، لو دخلت بيت أبي سفيان أنت آمن. يعني معنى ذلك أصبح للناس مخرج، فلو على الأقل دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، وهذا ما يحتاجه الناس. فكثير من الناس منهم من التجأ إلى المسجد، ومنهم من دخل بيته فأغلق عليه بابه، ومنهم وهؤلاء لم يدخل عليهم النبي، ولم يأتي بأحد من بيته، ولم يفتح بابا على أحد، وأمر الجنود ألا يسفكوا دماء. ولعل لم يحدث في هذا الفتح الكبير يعني سفك دماء إلا ما حدث من سيدنا خالد خطأ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، واعتبره قتلا خطأ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بالديات، ودفع الديات للقتلى حتى يسترضي أهل القتلى، وهذه كانت عادة العرب، يعني إذا قبلوا الديات، إذا اعتبروا أن القتل خطأ ويقبلوا الديات تنتهي الأمور. وبهذا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحن التي يمكن أن تتحرك في مكة تسكن، فبدفع الديات وبتأمين الناس وبعدم أخذهم بما كانوا يفعلون مع المسلمين، يعني صدر عفو عام، وهذا ما سنتكلم عنه أيضا من عظمة هذا الدين. وبهذا الشكل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وهي أخطر مكان كان ممكن يدخله، ولم ترق دماء إلا ما كان خطأ كما قلت من خالد، بهذا الترتيب البديع العبقري المرتب ترتيبا سليما من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذا الدين وأتباع هذا الدين ومن ينتهجون منهج هذا الدين ومن يسيرون على منهج النبي وخطاه أناس متحضرون، لا يحبون سفك الدماء، ولا يقتلون الناس، ولا يقتلون العزل، ولا يقتلون الأبرياء، ولا يتعرضون لأحد، بل أن حتى المحارب ومن كان له أمر ومن كان له شأن معهم وظلمهم من قبل فهم أقرب إلى العفو والتأمين، لأن ليس الغرض دائما عند المسلمين الانتقام بل العفو، وليس الغرض عند المسلمين إراقة الدماء ولكن تحقيق الأهداف. فبما أن الهدف حقق وفتحت مكة وهدمت الأصنام من حولها فلا حاجة لأن تسفك الدماء، وهذه من حضارة الإسلام وليس التقدم وفقط، لكن الحضارة هي الأخلاق في الحقيقة. هذه الحضارة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فلا يشوب تاريخنا شائبة في أمر من هذه الأمور إلا ما كان خطأ. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.